أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. ولقد وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما يتذكرون. إن الساعة ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ذلكم الله ربكم
خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون كذلك يؤفك الذين كانوا الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الحمد لله رب العالمين.